احنا الى النادي الاهلي لتكريم الدكتور سعد شلبي، تكريم النادي الاهلي في زياره، وهذه مش اول زياره. احنا على تواصل كل ادارات النادي الاهلي السابقه، والان نستكمل زيارتنا بتكريم في النادي الاهلي للدكتور سعد شلبي، تقديرا لجهوده المبذوله في خدمه هذا الكيان، وتقديرا لتواصله الدائم مع الرابطه ودعمه للرابطه، وتاكيدا على ان الرابطه هي جسم متواصل مع النادي الاهلي وممثله في الدكتور سعد شلبي، الذي يسخر كل الامكانيات لاتاحه الفرص من خلال بعض الاشخاص الأهلوية من فلسطين عندما يأتون إلى النادي الأهلي. ولا ننسى أنه النادي الأهلي تحمل الكثير في أول زيارة له، كانت في سنة 1944 عندما لبى نداء وأتى ولعب في فلسطين وتحمل ما تحمل. الكثير يعني بيعرفوا هذا القصة، ولكن هذه قصة حقيقية، وخرجوا بالقطر وخرجوا على شكل فرادة من أجل الوصول واللعب في فلسطين، ولعبوا ونالوا ما نالوا. وكان في ماتش في نذكر في أيام مختار التتش، كان في ماتش للنادي الأهلي مع الغريم ونادي الزمالك وفاز عليه، وكان هذا السبب زيارته لفلسطين واللعب في فلسطين، أن قام لعب في فريق الناشئين ولم يلعب في الفريق الأول الذي أتى إلى فلسطين، ومنع من ممارسة العمل إلا بالاعتذار. فكان رد النادي الأهلي أن العمل الوطني لا يقبل الاعتذار، كفانا فخرنا أن نلعب في فلسطين. ومن هنا تبدأ القصة والعشق، لأن النادي الأهلي كان نادي الوطنية، نادي الانتماء. وأيضا نأتي من الشق الآخر، أن النادي الأهلي هو نادي البطولات أفريقيا ومحليا وعربيا ودوليا، ثالث كأس العالم، ليس بالصدفة مرتين. اليوم احنا بنقول النادي الاهلي ليس بطل افريقيا فحسب، بطل اسيا وافريقيا. انا لازم اسجل اعجابي وانتمائي وحبي لهذا النادي العظيم اللي هو الاول عربيا وافريقيا، عشقا لهذه المؤسسه وهذا الكيان الذي يعتبر يعني بمثابه دوله قائمه كياناته في بطولاته في افراد واعضاء مجلس ادارات والعاملين فيه. للامانه شيء يعني نفتخر فيه ونعتز. للامانه النادي الاهلي بيمثل في فلسطين يمكن الاغلبيه العظمى من المشجعين للكره المصريه او العربيه اللي هو النادي الاهلي. طبعا احنا لما بتبقى مباراه في النادي الاهلي نقوم بعمل مهرجانات كبيره، نستضيف الاعضاء، نستضيف الجماهير لمشاهده هذه المباريات من اجل اتحافنا واسعادنا بالفوز دائما ان شاء الله. كميه المحبه الموجوده عندنا للنادي الاهلي كثير كبيره، وكثير بنهتم في التفاصيل حتى الصغيره قبل الكبيره، فحبنا اكيد بيخلينا نكون سعداء لوجودنا ونقطع مشوار كثير طويل عشان نكون موجودين بالنادي ونشارك في تكريم الدكتور. وان شاء الله بنضلنا الى الامام، وان شاء الله بنضلنا ضمن جمهوره المعتاد اللي هو جمهوره داحماه، واحنا احد جمهوره اللي بنحبه وبنعشقه في غزه، وحنضلنا حماه ان شاء الله الى ابعد الايام او لاخر العمر ان شاء الله. والله احنا لما نبدا يبقى في ماتش للنادي الاهلي في فلسطين عندنا نستعد استعداد كبير، نعمل نتجمع يعني احنا كرابطه ومحبين للنادي الاهلي بكافي او في مكان يعني يتجمع فيه الشباب، وبنقعد نتفرج على المباراة كأنها مباراة فلسطينية بحتة. يعني انتمائنا وتشجيعنا للنادي الأهلي يعني من القلب نابع، وهذا يعني نتيجة توارث الأجيال يعني، وصحينا على الدنيا بعشق للنادي الأهلي احنا في طبيعة الحال. الرابطة نشاطها يمكن اكتر من في نشاط الأهلوية في مصر وتواصل، واحنا طول السنه احنا الزياره دي احنا بننسق لها بقالنا اكتر من شهرين، بس هو طبعا عارف ظروف الزياره والكلام ده ممكن تتعطل الاجراءات. وانا لو كلمت لان انا عارف تعب الناس دول بيعشقوا الاهلي، رابطه مشجعي الاهلي ومحبيه بصراحه ناس. وبعدين يعني التكلفه بتاعت الاعلام والهدايا والاحتفالات اللي بيعملوها هناك دي يعني بصراحه انا مش قادر، لان انا بحبهم واحنا متواصلين 24 ساعه يعني ساعه مع بعض. وبعدين هم الرابطه بتاعتهم هي مكمله لكتيبه المدافعين للاهلي واحنا مع بعض، وهو حتى الكابتن ضياء الزهري مسؤول معايا في الكتيبه، وراجل يعني انا بعشقه لانه يعني كانسان اولا وكفلسطيني وكاهلاوي ثانيا. يعني احنا اتين قلنا واجب علينا ان نكرم المستشار طارق بدوي تقديرا لجهوده، وهو ممثلنا
في جمهورية مصر العربية، ممثل رابطة محبي وعشاق النادي الأهلي المصري في فلسطين في جمهورية مصر العربية، بنقول له شكرا لمجهوداتك، بنقدم له شيء بسيط يعني كاحتراما وتقديرا وحبا للمستشار طارق. في حب الأهلي بنتجمع كلنا الحمد لله، يعني دي كلمة مش شعار، دي حاجة احنا واخدينها كده كانتماء بالنسبة لنا، احنا في حب الأهلي تجمعنا، وان شاء الله بإذن الله فلسطين ومصر بلد واحدة وشعب واحد، وان شاء الله بإذن الله بنتمنى لهم الخير ومنرحب بيهم كلهم هنا. كتيبة ومحبين النادي الأهلي في فلسطين وكتيبة المدافعين عن النادي الأهلي لهم حب ولهم عشق وكيان، وأحب أقدم رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور سعد شلبي على حسن الزيارة وحسن الاستقبال بتاعهم، وإحنا بجد بنعشق النادي الأهلي. ده شرف عظيم لينا طبعا وإخواتنا الفلسطينيين إيد بإيد معانا، طبعا هم أصدقائنا في كتيبة المدافعين عن النادي الأهلي، وإحنا على تواصل طبعا كبير، وطبعا مش غريب طبعا على النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن العظيم محمود الخطيب. طبعا النهارده كان استقبال أكتر من رائع طبعا من الدكتور سعد شلبي، ومش عجيب مش غريب على النادي الأهلي العظيم، نادي القرن وأعظم نادي في الكون يعني.